جينا فل وشوفوا كم عطانا الرينج يا الحبيب، 722 كيلو بنزين 91، عبيناه 119 ريال، والعدد اللترات كم؟ 53 لتر. بنشوف كم يمشينا بالضبط، والحين بنتجه الى الرياض ان شاء الله باذن الله. نقول بسم الله على بركة الله، وصفرنا العداد بعد علشان نشوف كم يمشينا بالضبط. بسم الله، ثبت على سرعة الشارع، توكل على الله. العزل سمعت أذانك على قولتهم. أنا أشوف اللي فوق يعني أعطيه 7 من 10، 7 من 10. اللي تحت نفس الوضع، أعطيه 7 من 10. هذا حنا قربنا نوصل الرياض. ما شاء الله تبارك الله، يعني كراحة، كانسيابية، كخفة، كمتعب القيادة، من أحسن ما يكون. ما شاء الله تبارك الله. وقطعة واحدة. وبعدين صراحة أنا أشوف الطبلون يعني في خيارات كثيرة. تعال قرب شوي الحبيب، أشوف يعني في خيارات حلوة، الثيمات والتبديل والأشياء الثانية، شغل مرتب صراحة. يعني أنا ذكرا بسيارة أنتم في شركة أنتم عارفينها، ما يحتاج. والموتر يعني حتى جو الداخلي بعد من أحسن ما يكون. ما شاء الله الإضاءات المحيطية، وإضاءات محيطية جاية على شكل بالشكل هذا، شايفين؟ تغير الألوان بعد، تقصر وتطول وترفع. مثبت الرادار، أوريكم شلون طريقته. تو تولع لمبة البنزين، شايفين؟ تو تولع لمبة البنزين. كم من يوم طلعنا من حايل مشى 485، يعني يمشيك 500 كيلو. 500 كيلو يمشيك يا طول العمر. مثبت والرادار هذا هو، شوفوا يعطيك اذا في حولك يمينك سيارة ينبهك. مثبت شوفوه فوق زي المرسيدس بالضبط، شايفينه؟ هذا هو نفس المرسيدس. هنا عندك اللي هو شبه قيادة شبه ذاتي، شوف صار باللون الاخضر. بس قيادة شبه ذاتية انا اتوقع ان الموتر هذا تو جديد، لانه موتر تجربة، فما هو في دقة اللي انا اتخيله يعني. وفي تم بيخرج على مسار، وفي رادار، وفي بعد يطول العمر والسلامة اللي هو تم بيخرج على مسار. شوفوا شوفوا شوفوا، إذا في سيارات يمين ويسارنا يطلع حلك. رايك صراحة، رايك يعني ما هو سهل الموتر، ما هو سهل. ما شاء الله تبارك الله. هذا بالنسبة للقيادة وسواقة اللي هو X7. بس الموتر ما شاء الله لا بأس كقيادة وسواقة. موتر خط، اي والله موتر خط. وصلنا محطة فلعج، شوفوا كم مشانا. مشانا يا طول العمر 496، يعني 500، وباقي المسافة المتبقي 65، يعني بيمشيك 500 كيلو 100% بإذن الله على ممشى الشارع اللي هو 140 خط الرياض حايل. فالموتر يعني نشوفه لا باس يمشيك 500 كيلو هذه بالراحة. عاد بفلل، انا كانت النية وانا اتوقع لو امشي عليه للرياض اتوقع انه يوصله، بس ما ابي على ما قال خاطر وانا ما ادري وش عليه، بس انه يمشيك 500 كيلو. والحين بعد بفل بشوف كم لتر. يوم احنا بحايل اعطانا حوالي 53 لتر، بس الحين بشوف كم يعطينا لتر بالضبط. هذا مستوى X7 للبنزين، شوف اللترات 51 لتر، يعني باقي يبو يوم حايل 53 لتر و 122 ريال، يعني يعتبر متوسط وكويس، ما عندك اي مشكلة. لا بأس.
وخلصنا رحنا الحائل ورجعنا وشفتوا الموتر وشفتوا كم مشانا بنزين بالضبط، وذكرت لكم العزل وذكرت لكم كل شيء. الحين بنستعرض لكم الشكل الخارجي والداخلي، وعينك على التصميم يا الحبيب. صراحة أشوفه أنا عصري ورياضي بنفس الوقت وجاي جميل. هذا الفئة اللي معنا فئة الفل كامل. طبعا المحرك 1500 تيربو 4 سلندر بقوة 180 حصان، والعزم 275 نيوتن، والجير 7 سرعات دبل كلتش. راح يتوفر منه 3 فئات، الفئة الفل نفس اللي معنا هذه. راح احط لكم الاسعار، هذه طبعا سعره 112000 ريال شامل الضريبة. بالنسبة للفئة اللي معنا هذه قلنا فيها رادار، فيها تنبيه خروج عن مسار، فيها نقط عمياء، وفيها قيادة شبه ذاتية. وعينك على التصميم، اعطوني رايكم بالله. انا بالنسبه لي من اجمل السيارات اللي شفتها بشركه بايك اكس 7. شوف ما شاء الله تبارك الله، انظمه فيها الانظمه كثيره، نظام الثبات الالكتروني، نظام مساعده توقف مفاجئ، نظام مساعده صعود ومرتفعات، نظام المكابحه التلقائي، تشغيل اضاءه الطوارئ عند توقف مفاجئ، رباقات جانبيه واماميه، 6 حساسات اماميه. متخيلين هذه فيها 6 حساسات اماميه وخلفيه، واربع كاميرات. عندك المقابض تدخل وتطلع بتشوفونها الحين مع بعض. الموتر مليان مواصفات لا داخليه ولا خارجيه، وفيها بعد نظام تنبيه الاجسام المتحركة، نظام تحذير اللي هو نظام تنبيه خروج عن مسار، ونظام إضاءة المنحنيات الذكية. وفي إذا دقيت إشارة على اليمين بتطلع لك الكاميرا تفتح اللي بالنص، وتحذير فتح الأبواب عند مرور أجسام متحركة بعد. يعني فوق على أن التصميم خيالي وجميل، فيها أنظمة وحزمة أمان كثيرة. نظام مساعد عند الازدحام، التحكم الذكي بمدى الإضاءة، نظام الفرمل وحركة الطوارئ، الشاحن اللاسلكي، وباقي الأشياء هذه راح كلنا نشوفها مع بعض. صراحة هالمرة بايك بدعوا بدعوا، وهذا المفتاح. شو حتى الإضاءات الترحيبية تقدر تتحكم فيها، الإضاءات شايفين هذه الإضاءات أقدر أتحكم فيها من الشاشة وش الإضاءات الترحيبية اللي راح تشتغل. يعني فيها أشياء مميزات حلوة. شو هذه كلها إضاءات ترحيبية أول ما تشغل السيارة. شو شايفين الإضاءات شلون تلعب بالدنهاري، شغل هتل. هذه إذا قفلت بتجيك بالشكل هذا. شوف الإضاءات عندنا هنا 3 عدسات ومتكيفة. الواجهة الأمامية مثل ما قلنا لكم 6 حساسات أمامية، فيها الرادار. الوجه الرياضي جاي بشكل عصري وهجومي بنفس الوقت. وهذه إذا شغلت الإضاءة شو، والإطار كروم اللي جاي على طرف الكبوت هنا جنط بشكل رياضي متناسق مع السيارة بمقاس 19. الجهة الجانبية عندنا مقابض تدخل وتطلع، والزيك الجانبي كروم اللي جاي فوق الرف الأسود اللي جاي تحت، وهنا قطعة زي قطعة كروم اللي تجي على شكل زينة. وشوفوا مقابض الأبواب مجرد ما تقرب راح تفتح لك الأبواب، وهذا الشكل الجانبي. تبعد تقفل، شايفين؟ والمفتاح من بيدك طبعا. ان شاء الله الموتر التصميم الخارجي ولا غلطه ولا غلطه، الواجهه الاماميه والجانبيه والخلفيه كلها فخمه وكلها جميله وقدام عيونك. وشوف قصه الانحدار اللي جايه بشكل حلو ومتناسق، وجايك فيه انسيابيه اكثر ومتناسق مع الموتر. انا فتحت الباب، شوف له سقف بانوراما طبعا، والسقف اللي جاي باللون الاسود، والسلة الفضية. شوف الاسطبات، حتى اسطبات الخلفية فيها إضاءة ترحيبية. شوف شوف مجرد ما تقرب راح يفتح، ومجرد ما تبعد راح يقفل. شوف اكس 7 280 تي، ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 الإضاءة هذه زي الإضاءة الـ OLED حقت الأودي، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. نفتح لكم الشنطة، والله ابداع، والله ابداع من بايك صراحة، بدعوا معنى الكلمة. يعني كتصميم داخلي والوسع بعد، عندك هنا الشنطة فيها وسع، سبير مؤقت، ومساحات عندك تعتبر واسعة، هنا إضاءة
وهنا 12 فولت وهذا تقدر تسحبه بعد كذا بالشكل هذا. فمرتبين لك الأمور، سيارة عائلية وشبابية بنفس الوقت ورياضية بعد. هذه شنطة الكهرباء ما شاء الله تبارك الله. شو أم الصطبات الخلفية والشكل الخلفي من الآخر، في حساسات خلفية 6 حساسات. أنا أشغلت كم بالإضاءة لكن جازت لي فكرتها. شو ما شاء الله تبارك الله. طيب خلنا نوريكم، أنا صرفية الوقود هم شايلين استيكر لأن سيارة تجربة، فشايلين استيكر بشوفكم كم وحط لكم الفيديو. الصف الثاني تعتبر واسعة يعني ما عندك أي مشكلة. هنا الجهة الجانبية التخشيب شفناه، المراتب اللي جايب لون جملي مخرمة بها جلد نابة، تكايل بالنص. هنا عندك مخارج المكيف ومخرج 12 فولت ويو اس بي، وهذا سقف البانوراما وفيه رباقات اماميه وجانبيه. مقابض فيها اضاءه، شايفين؟ صراحه ابداع 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 ابداع. لازم اشغل لكم السياره. المقبض مثل ما قلت لكم يدخل ويطلع، وهذا حق البصمه. نركب ووريكم الداخليه. هنا ما في اشياء كثيره، قفل المركزي، التخشيب اللي فيه اضاءات محيطيه لجعل شكل سداسي، ازرار تحكم له بنوافذ، وشركه حقت السماعات بحط لكم تقريبا فيها لا اقل عن 10 سماعات. افتح لكم سقف البانوراما، من سقف البانوراما شوف حتى سقف البانوراما جاي بحجم كبير ومعطيك فخامه صراحه. شوف يعني بعض السيارات تيجي بنص حجم هذا. هذا جاي ما شاء الله الى الصف الثالث اللي ورا، طبعا الحين تجي صفين. خلنا نركب ونكمل لكم الباقي. شوف هذا كرسي كهرب، ذاك تغسيل المراتب، هنا كرسي كهرب 6 وضعيات. السماعات جايه ب10 سماعات مع المضخم. خلنا نطفي السياره ونكمل. الستارت وين؟ هنا. الموتر يفوز معنا الكلمه صراحه، كل شيء فيه توب التوب يا حبيبي. شاشة 12 انش، وهنا تقريبا بحجم 8 انش. 4 كاميرات، قيادة شبه ذاتية. سكر الباب اول. هنا عندنا زي نظام الاودي والالمان، حتى النظام هنا بتشوفونه قريب النظام المرسيدس اللي هو امبيو اكس. هنا فيه رادار ومثبت السرعة، وهنا عندنا حق عصا حق النوم، وهنا تقدر تتحكم. خلو اوريكم وش قصة الدركسون. شو هذا الإزرار تحكم بالشاشة، وهنا حقة الشاشة الوسطية. قصر لكم الإضاءة علشان الذاكرة موجودة. شوفوا هنا السمبل، شوفوا حتى كثر الثيمات الموجودة بالطبلون. إبداع صراحة إبداع. هنا كلاسيك وسبورت شفناه قبل شوي، وهنا بعد واحد من دلع دلع معنى الكلمة. أنا جاهز لي هذا السمبل، جاهز لي اللي يسمونه الخافت. خلونا نقرب شوي، قصر الإضاءة. إذا تبي تروح وين؟ القائمة الرئيسية هذه. شوف هنا حق إعدادات السيارة، تحكم أي شيء تبي تحطه هنا، أنسى ضغط الكبرات، كل الأشياء هنا، كل شيء تحتاجه موجود وسهل. هذا ستايل اللي هو حق الثيمات اللي شفناها، الميوزك بتحطه كذا، التريب النافيجيشن، وحق اللي هو السيارة. شوف يعني رايق. شوف حتى الثيم ثاني بعد. شوف هنا تذكر كم بي اكس حق المرسيدس. شوف كل الاشياء هنا. وهذا الشاشة الوسطية طبعا هم في انجليزي وصيني، وقالوا انه راح يتم قريبا باذن الله انهم يحدثونه يصير فيه لغة عربية. شوف هذه الكاميرا دقتها كويسة بعد، و 3D بعد دلع. صراحة من الآخر والله إنهم بدعوا صراحة، الصدق إنهم بدعوا. هنوريكم بعد هذه الشاشة، نرجع له هذه لمس، وتقدر تتحكم فيها بالماوس بعد. شوف إعدادات أشياء كثيرة بها شيء واجد ما شاء الله. هنوريكم الحين الإضاءات المحيطية، شوف الدرع الإضاءات المحيطية بعد. شوف هذه الإضاءة المحيطية
تقدر تتحكم بالماوس بعد من هنا، اسهل لك بالماوس. شوف قرب، شوف كم اضاءة فيه. عندنا هنا 10 اضاءات. شوف هنا هذه الاضاءات الخارجية تقدر تتحكم به، وش اللي تبي يشتغل وش ما يشتغل. هذه شوف هنا دلع 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 الموتر. خلو بوريكم الحين الاضاءات المحيطية، الالوان هذه الازرق وهذا. صوروا لكم بالليل عشان تشوفونه، صراحة روعة روعة روعة. شفتوا انتم بالطريق، صح؟ شايفينه وانتم بالطريق الاضاءات. وش بعد عندنا؟ ايه هذه هم الاشياء الموجودة بالشاشة. تنزل هنا فتحة التكييف، والشاشة هذه خاصة للي هي عندك حقة الزر حق الكاميرا والتوبارك، شايفين؟ والتم بيخرج المسار بعد كله هنا. وهنا عندك تختار مفضلة، تختار أي شيء تبيه. وعندك بعد يطول العمر والسلامة هذا حق المكيف، حتى المكيف جاي شكله حلو وجديد. نقصه نحطه على الون. الأوتو هذا تحكم كل أشياء كلها خاصة من المكيف. أنا شوفه توي انتبه لوضعية الإيكو. يوم أجي من حايل ما كنت مختار وضعية الإيكو، كنت أمشي على المتوسط. فهذه وضعية القيادة عندك الإيكو. وستارت هنا، وهنا فليشر والجير، سبع سرعات والكلتش، لاند كهرباء تو هولد. وهنا التحكم بالميديا والراديو والهوم، هذا كله بخاص للشاشة، والفرار بعد للشاشة. فصراحة إبداع إبداع. وهنا عندنا التكائل بالنص، حامل أكواب أكثر من قطعة. ديكور شفتوه مرتب، تصميم حلو. هذا سلومة، سلم عليكم. أسلم كيف الحال؟ كويس؟ إيش رأيك بالسيارة، حلوة ولا لا؟ شكل كويس سيارة؟ مية مية حبيبي يسلم، شكرا. هنا الإضاءات جاية باللون الأبيض، تخشيب النظارة الحبيب الله ينساه، أنا ما أدري بعد نظارتنا ولا حقة الشباب. الإضاءات كلها هنا جاية باللون الأبيض، شكلها منعومة مرتبة ما شاء الله، شغل من الآخر صراحة. إبدع البوري، البوري. أحط لكم كل المواصفات، كل الأسعار وكل شيء. نجرب لكم التسارع. بسم الله. شوف سيارة عائلية، يعني اللي بياخذ زيها الموتر ما راح يفكر بالقوة، اهم شيء انه الموتر شايل عمره. يعني قوة راسنا 180 ليلة، يعني يعتبر اقل من متوسط كقوة يعني، بس الموتر شايل عمره. يعني موتر حق عائلة وشبابي بنفس الوقت، وقوة نشوفها أقل من متوسط يعني كعزم يعني، ولا موتر يعني شايل عمره هذا. وبندر ايش رايك بالموتر؟ انا بتجربة يمكن جلس معي حوالي 7 أيام. يعني الموتر انا اشوفه انا شبابي وعائلي في نفس الوقت، تصميمه حلو وشكله حلو وعصري داخلي، الشاشة اشياء ترفيهية حلوة، رادار، حزمة الامان، كل شيء فيه. حتى مطبه يعتبر مريح. اهم شيء انت اذا خذيت الموتر، مع انه جنط 19 لكن يعتبر كويس. شيك على هول الكفرات، بعضكم ياخذ الموتر لو خذيته من الوكاله لاي سياره لاي شركه تقرا هول الكفرات بين 50 بين 40، فنسمع هول الكفرات بتشوف الفرق. الموتر صراحه يعني انا بالنسبه لي جاهز، لا تصميم لا سواقه لا فخامه لا راحه، من الاخر من الاخر ما شاء الله تبارك الله. هو الحجم، حجم اللي يبي معه عائله صغيره ولا على ما قال شباب يصير مناسب له. والموتر له فترة نازل، إذا أحد معه نفس الموتر هذا يشاركنا برأيه عن الموتر بجميع النواحي. وبس خلصنا يا غالين، لا تنسانا الحبيب مرشد عطر لايك على السريع. فمان الله وبحفظ الكريم.